ده اللي هيخليني أكلمك عن المحترفين المصريين. بواليا بيتابعهم إزاي بشكل خاص؟ بعيدا عن محمد صلاح، بتابع أي من المحترفين المصريين برا مصر؟ في اللحظة الحالية طبعا أفضل لاعب هو محمد صلاح، ولكن أنا كذلك أتابع ميدو بكل شغف، وكذلك أسامة غالي. ويعني هناك تصور واضح بالنسبة للاعبين المصريين المحترفين، وأنا أراهم رجالا كبار في الملعب وكذلك على المستوى الشخصي وكذلك يعني. تفضل. لا انا كمان اعرف ان هو ليفربول فان، يعني انا كمان عارف ان هو بيحب الانديه اللي بيحبها في اوروبا ليفربول. فرؤيته كمان لصلاح ايه الفتره الاخيره، طبعا كنجم كبير جدا وهو نجم مصر، طبعا رؤيته ايه لصلاح، وكان بالنسبه له صلاح في الفترات الاخيره بيمثل له ايه؟ هو لاعب كبير قبل كل شيء وممتاز ومهم لليفربول، ويأتي بالنتائج التي يرغبها منه الفريق، وبالتالي إن رأينا لمبارياته جميعا ترى أن ما يقدمه هو دايما أقوى، يعني هو على يعني ما يقدمه ماني وصلاح وآخرين، هو يعني ما يقدمه هو ما يقدر أن يقدمه فقط قليلون على مستوى العالم.